لازم يكون السيستم جاهز قبل ما يصير الانسيشن للتيوب. بفتح الباكيت تبع الجهاز، طبعا هاي العملية معقمة لازم تكون، بستخدم الفلور ستاند هاي عشان امنعه انه يسقط. الجهاز بيكون موجود معه كمية من المي تقريبا 45 ml اللي هي بتكون كافية عشان احط في السكشن بورد ويكون فيه على مستوى الزيرو اللي هو 2 سنتيمتر. نقدر نزيد السوائل عن طريق السكشن بورد لما بدي احط المي في الاندر ووتر سيل. طبعا اذا عندي الدول اللي هو بيكون بينفع ل 2 تشست تيوبس، يعني في 2 تشامبرز، بعبي الفانل فل بعدين بفتح عليها، بتكون 45 ملي اللي هي بتعطيني زيرو ليفل. طبعا الكميه المي اللي راح احطها في السكشن كنترول تشامبر بتعتمد على الامر الطبي، 10 20 بالعاده، طبعا 20 بنشوف احنا، او اذا بدي احط المي في السكشن تشامبر بحطها عن طريق الفنت بورد. اذا بدي اسحب السوائل بقدر اسحبها اذا كان المستوى عالي وبدي انزله عن طريق الربر الموجود بالخلف، سواء كانت للمية الاندر ووتر سيل او السكشن. بنظف بالكحول، بستخدم نيدل جيج حسب السيستم 19 او 20 او اصغر من ذلك الجيج بتكون، بعمل ادجست لليفل مباشرة بعد تركيب التيوب. ووايل يعني بكونوا عاملين له كلام بنشبكه. مهم جدا علشان امنع السيستم انه يوقع، ممكن انت تستخدم الفلور ستاند او الهانج. بعد ما نوصل الجهاز مع التيوب ممكن يصير عندي جنتل بابل، هذا طبيعي خاصه اذا كان في مساله مثلا عند المسير، في عندي زفير او الكحه، في عندي هواء بيطلع بشكل مستمر، هذا ممكن يكون عندي اير ليك. الفلكشويشن او تيدلينج اللي بطلوع ونزول تبعه طبيعي. طبعا مهم جدا نحط السكشن اللي نشبكه مع السكشن ماشين ويكون عندي كونتينيوس جنتل بابلينج، بابل دائم مستمر، وما يكون عندي بابل كثير لانه مش راح يفيد المريض. طبعا بحطه اوكلوسيف دريسنج، بيحطوا عليه دريسنج يكون غير نافذ، وبتم بنحط عليه طبعا تاريخ الوقت حسب سياسة كل مستشفى. طبعا مهم جدا أتأكد أنه كل الوصلات مشبوكة بطريقة محكمة طبعا، وأكيد راح ينعمل صورة أشعة للتأكد أنه الجيس تيوب موجود في المكان الصحيح. طبعا في حال أنه مش متوفر عندك اللي هو السنجل تشامبر وموجود عندي الدول هذا اللي بكون فيه ثنتين، اللاين أو التيوب اللي ما استخدمناه بنسكره بكلامب أو بنربطه بحيث ما يدخل هواء على المريض. طبعا بحط المريض يكون سيمي فاولر بوزيشن الا اذا في مثلا كونترا انديكيشن، الا اذا كان في مانع، لانه هذا بيعمل بخلي الهواء والفلويد انها تروح بشكل افضل وتروح للسيستم اسهل في اخذ النفس للمريض. بشجع المريض انه يتقلب او انا بقلبه كل ساعتين، بتسهل مساله الدريننج، ونفس الوقت علشان اتجنب انا المشاكل اللي بتصير من عدم الحركه. صح انها مؤلمه لكن بالعاده بنوصف لهم ادويه تقلل الالم وتساعد على الحركه. بشجع المريض يعمل كف وديب بريث، يعمل كحه نفس، طبعا بما انه شغله يتحملها، بيساعده انه رئتينه تستعيد حجمها الطبيعي. طبعا ممكن انه يحط ضغط على المكان الانسيرشن بقلل الالم وبساعد يعني ثباتها في مكانها. بنحرص على يصير في عندي اكتيف موشن او حتى باسيف موشن، المهم انه المريض لازم يتحرك، ما لازم يمنعه الجست تيوب من الحركه. بنخبر المريض انه في عنده ادويه انالجيسك ميديكيشنز، هاي لتقليل الالم، وهاي بتساعده على انه يعمل تمارين الديب بريثنج اكسرسايزز والكافينج يعني الكحه وتمارين النفس العميق والحركه. طبعا مهم جدا احنا نراقب المريض حتى اذا صار عنده زياده في النفس، نقص في الاكسجين، التريكيا اذا صار فيها يعني ديفيشن راحت لجهه اكثر من جهه، اذا صار عنده انفيزيما تجمع الهواء في السبكتين والتشو، اذا كان في عندي زياده ضربات القلب، نزول بالضغط هايبوتنسيف، او عنده ديسريثمياز او اريثمياز، اذا صار في تغيير في الماده او الكميه اللي بيطلعها المريض تغيير كبير، صار عندي ستوب للدريننج مره واحده. طبعا احنا الموصى به انه احنا نشيك مكان الانسيرشن بشكل يومي، نتاكد انه ما في عندي لا انفيزيما ولا في عندي ساينز اوف انفكشن او انفلاميشن، لا في فيفر ولا في بيربلنت درينج ولا سبكتينوس انفيزيما.
اذا كان عندي انفيزيما بعمل عليها مارك بحيث انه اراقبها اذا بتزيد او 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 ما بتزيد. اذا بدي انقل المريض مهم جدا انه يكون مستوى السيستم دائما تحت مستوى صدر المريض علشان امنع الهواء انه يفوت للبلورال سبيس. وهو نقطة مهمة جدا اللي هو dependent loop في blood او في مثلا بلورال فلويدز، هذا بصعب من مسألة الدرينينج من المريض. نفس الوقت اذا كان في blood بتصير عندي ريسك انها تصير في كلوت وبستركشن للسيستم، يعني السيستم بسكر من ورا هاي dependent loop. ايش العمل في هاي الحالة؟ هاي الطريقة اللي موصى فيها بحيث انه نحافظ انه ما يتجمع السوائل وما تعمل ضغط على المريض وتسهل عملية الدرينينج. علشان اعرف من وين مصدر الايرليك، هل هو من المريض او هل هو من السيستم، بعمل كلامب من جهة المريض. اذا توقف الببل معناته عندي المشكلة من المريض، ممكن يكون الهو واحدة من الهول طلعات من مكانها، في الانسيرشن سايت صار عندي اشكالية. الان اذا سكرت وما ما توقف الببل معناته المشكلة في السيستم وليس في مكان الانسيرشن. طبعا التدلينج شيء طبيعي، ممكن انا اسكر السكشن عشان اتاكد من التدلينج انه موجود. طبعا في عندي اللي هو بسموه بيشنتس نيجاتيف انتراثوراسيك بريشر، هذا البول هاي بتعكس لي مقدار النيجاتيف بريشر اللي موجود على المريض. مرات البول بتطلع لفوق وفي ارقام، طبعا هاي الارقام بنضيفها لكميه السكشن اللي احنا حاطينها. اذا حاط انا مثلا 20 سنتيمتر ووتر وهون عندي 10، معناته البريشر اللي موجود على المريض هو 30 سنتيمتر ووتر. الان كيف بدي انا انزل هاي البول او انزل السكشن كولم؟ بقدر استخدم المانيفولت علشان اخلي الفلوت فالف، بضغط مانيولي على الفلوت فالف، لكن هذا مشروط بانه يكون السكشن شغال. اذا كان السكشن مش شغال انا بهاي الحاله بكون بدخل هواء على المريض فبعمل له نيموثوركس. فمهم جدا انه اذا بدي اضغط على هذا الفالف انه يكون عندي السكشن شغال. لما السيستم يصير عندي فل انا طبعا بدي اغير السيستم، تغييره بيكون عملية معقمة. بدي احط كروس كلامب للتشيست تيوب من مصدر المريض، بعدين بعمل ديسكونكت وبعمل كونكت للسيستم الجديد، بتأكد انه السوائل موجودة تبعت الاندر ووتر سيل على زيرو ليفل والسكشن حسب الامر الطبي. الان بالنسبة للكلامبينج، الكلامبينج مسموح في ثلاث سيناريوهات. اذا كان انا بدي اشيك وين الايرليك، المسألة الثانية إذا كان بدي أغير السيستم صار فل وبدي أغيره بسيستم جديد، المسألة الثالثة إذا كان في عندي أمر طبي إنه كلام، يعني الطبيب قبل ما يشيل، في كثير من الحالات قبل ما يشيل التيوب بتأكد إنه في ما لو شلت التيوب شو راح يصير، فبعمل كلام قبل يوم يومين وبعمل إكس راي. إذا كان الإكس راي كويسة فيعني بيشيله التيوب، فبيكون في عندك أوردر إنه كلام. غير هيك إحنا ما بنعمل كلام. الكلام ممكن يعمل تنشن نيموثوركس، اذا اضطريت في بعض الاحيان اعمل كلام بيكون بريفلي يعني فتره قليله جدا. اذا طلب مني اخذ سبيسيمن للمريض كيف بقدر اخذها في هذا الجهاز؟ في هذا الموديل بعمل ديبندنت لوب وبعمل تنظيف بالكحول، بستخدم نيدل صغيره حسب الشركه الصانعه لهذا السيستم. الريكومنديشن انه نستخدم جيج 19 او اصغر، يعني 20 21. لا، بعد ما انظف بالكحول بشكل جيد بستخدمها بشكل انجل، يعني ما بستخدم بشكل زاويه 90 درجه، ممكن 45 درجه. ما بدخل النيدل بشكل كبير بحيث انها تخترق التيوب، لا، بكمي يعني بمقدار كافي انه انا اسحب العينه. الان الميلكينج ما هو ريكومندد ابدا، لانه هاي البراكتس بتزيد الانتراثوراسيك بريشر واللي ممكن ياثر على اللنج تيشوز. مهم جدا نسجل ونلاحظ الكميه وشكل وهيئه السائل اللي بيطلع من عند المريض، ويمكن تسجيلها بقلم حبر او قلم ماركر، او ممكن تحط ليبل بحيث انك تحسب الفرق بين الوقت الاولاني والوقت الثاني بيكون الكميه اللي طلعها مهم جدا تحافظ على التيوب خالي من التسكير، فري فروم كينك، لانه ممكن يسبب سيرجيكال انفيزيما ويعمل بلوك للدرين ويسبب تنشن موثوركس. السكشن لازم دائما يظل فاتح، سواء انا شغال على سكشن او شغال على الجرافيتي
لازم السكشن بورد يضل شغال اذا بتتذكروا، لانه هو المكان اللي بيطلع منه الهواء بالنهايه اللي طالع من المريض، فلازم يضل مفتوح. في بعض الحالات الطبيب بطلب يكون البرشر اكثر من 20 سنتيمتر ووتر، في هاي الحاله وهي نادره بنسكر الفنت، وبصير كميه الضغط اللي النيجاتيف اللي واصل للمريض هي كميه اللي بنحطها عن طريق السكشن وول. فاذا انا حاطط 30 معناته واصل 30، حاط 40 واصل 40 للمريض. ايش بدي اعمل اذا الجيست تيوب ريموفد من مكانه ديسلوجد؟ التصرف بيكون احط عليه ستيريل دريسنج جوز مثلا 4x4، بسكره من ثلاث جهات، بخلي الجهه الرابعه فاتحه. طبعا هو بصير زي فالف، الثلاث جهات هذولا بتسكروا جهه جهتين ثلاث جهات، بخلي الرابعه فاتحه بحيث انه يشتغل زي وان فالف، يعني هو بيمنع الهواء انه يجي من برا لكن بسمح للهواء يطلع من البلوره. سيناريو موجود، ايش بدي اعمل اذا كان صار في ديسكونكت لاي سبب؟ بحط التيوب في داخل نورمال سلاين، ستيريل نورمال سلاين او ووتر على ليفل 2 سنتيمتر طبعا، وبراقب المريض، براقب نفسه وعلاماته الحيويه، ببلغ الطبيب، ممكن يعملوا له اكس راي، ممكن يركبوا له تشيست تيوب جديد. في حال انه وقع السيستم مباشره بعدل حجم السوائل اللي موجوده في الشامبر تبعت الاندر ووتر سيل وفي السكشن. الان طبعا بيعتمد على السبب اللي تم ادخال التشيست تيوب لاجله. انتهى الان هذا السبب، سواء كان مثلا درين للاير، والان الحمد لله ري اكسباندد، فبيجي الطبيب بيقول انه بدنا نشيل التشيست تيوب. شو اللي بهمنا احنا از نيرسز؟ اللي بهمنا يصير شرح للمريض عن هاي العملية، انه يعني اكيد راح يساعدك في هاي المسألة، انت محتاج تعاونه. نعطي الادوية اللي بتقلل الالم 20 دقيقة قبل البروسيجر هاي. بيعملوا كلامب للتيوب. مين راح يشيل التيوب؟ حسب سياسة كل مستشفى، ممكن بعض المستشفيات النيرسز، لكن بالغالب انه الطبيب هو اللي بيشيل التشيست تيوب. طبعا هاي عبارة عن عملية معقمة، ستيريل بروسيجر، بدهم ينظفوا المكان الانسيرشن في انتيسيبتيك سوليوشن، نفس غميق ثلاث مرات، بعدين المره الثالثه بيحبس النفس سواء في اخر الانهيليشن او اخر الاكسهيليشن، وبيعمل فالزلفا مانوفر، بيحبس النفس لحديت ما يربطوا السوتشر. اذا كان المريض تبعي على جهاز تنفس ممكن اعمل انا بوز للفنتليتر، او عند ما ياخذ اعلى الانهيليشن بيك انسبيريشن. الان بشيلوا التيوب بشكل سريع لكن يعني رابدلي اند سموثلي. طبعا بيعملوا دريسنج عليه، وبتم كتابه التاريخ واليوم والوقت اللي صار فيه الريموفل، بيعملوا اكس راي، وبنخلي المريض يعمل بوزيشن كل ساعتين، برضه يواصل مساله انه يعمل كافينج، يعمل ديب بريذنج، ويضغط على مكان الانسيرشن لانه هذا بريحه. أشكركم جميعا على المتابعة، يعطيكم العافية.